للحديث أكثر عن الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا وتداعيات ذلك على المستويات الصحية والسياسية والاقتصادية، ينضم إلينا عبر سكايب من دورتموند العضو السابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قرصلي. دكتور جمال، مرحبا بكم. يعني العالم يعيش حالة من الترقب، الأنظمة الصحية الكبرى تتهاوى أمام هذا الفيروس القاتل، ولكن هنا كيف تتابعون تعاطي الأنظمة العربية حتى الآن مع فيروس كورونا؟ للأسف الأنظمة العربية تتفاعل مع يعني جائحة كورونا كما تتفاعل يعني النعامة التي تضع رأسها في الرمل عندما تجد شيء خطرا. وللأسف كثير من الأنظمة نكرت بأنه توجد هذه الكارثة، وذكر هنا بموقف النظام السوري الذي إلى قبل أيام قليلة كان يرفض أن يعترف بأنه بأن أحدا ما مصابا في سوريا. فإذا وكذلك في المناطق التي في نزاع، كان في اليمن، كان في ليبيا، فكثير من الدول للأسف تفاعلت بشكل غير صحيح. وهو معروف أن هذه الجائحة ستعم العالم كله، وكما قلت هم أخفوا رأسهم في الرمل لكي لا يروا الحقيقة، والآن نرى النتائج بأن الموضوع سيكون كارثيا وله تأثيرات سلبية على المستوى الصحي، على المستوى المجتمع، حتى على المستوى الاقتصادي. ربما سيكون هناك انهيارات اقتصادية كبيرة، وهذه لن تسلم منه أي دولة عربية لم تكن صادقة مع نفسها ومع هذه المأساة. هناك دول حقا كانت قامت بخطوات مهمة في هذا المجال وأعلنت على كل الأرقام وقامت بأمور يعني احتياطية، ولكن في دول تجاهلت الموضوع وكما قلت على رأسها النظام السوري. دكتور، إعلان الأرقام بشكلها الصريح يساعد الشعوب على تخطي الأزمة، أم ربما لو صارحت هذه الحكومات بالأعداد الحقيقية ربما سيصيبهم خيبة من الأمل، تعتقد ذلك دكتور؟ نعم، يعني أنا أتصور كما يقال حلب يعني كما يقال يعني حبل الكذب قصير، بالنتيجة الناس راح تعرف هذا الموضوع والنتائج واضحة، فلذلك عليهم أن يوعوا شعوبهم. وهذا الذي حصل كما نراه في دول أخرى، يعني في أوروبا نجد التفارق بين الدول الأوروبية، دول أخذت الموضوع بجدية كألمانيا وأخذت احتياطاتها وقامت بأعمال وقائية، ونتصور الآن الأمور يعني تحت السيطرة في ألمانيا، ولكن عندما نرى أن إيطاليا أهملت الموضوع وأخذته على المحمل السهل والبسيط، أو إسبانيا أو حتى بريطانيا، فنرى الآن النتائج التي يقفون أمامه. فإذا في هكذا حالات عدم يجب على الساسة، يجب على القادة أن يصارحوا شعوبهم ويتضامنوا مع شعوبهم ويطلبوا تضامن شعوبهم لكي يحلوا المأساة. يعني المشكلة لا تستطيع حكومة لوحدها تحلها إلا بالتعامل ويتفاعل الشعب مع هكذا. نعم. دكتور جمال، إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، يعني نصف مليون إصابة بالفيروس في أوروبا، 568 وفاة في بريطانيا، 950 حالة وفاة، وأكثر من 10,000 حالة إصابة في إسبانيا، هل أمام هذه الأرقام هل يعني تعتقد بأن السياسة الأوروبية قد فشلت بمواجهة المرض التي اعتمدت ربما كما يقول البعض على نظرية البقاء للأقوى؟ هذه الجائحة حقا لا علاقة لها بالأقوى ولا الأضعف. حسن الحظ أنها تصيب كل المجتمعات إن كانت فقيرة أو كانت غنية، ولكن هذه تؤثر في الكبار في السن، ونحن نعرف أن القارة الأوروبية تسمى بالقارة العجوز وأن نسبة العجزة فيها كبير. يعني مثال ألمانيا يوجد فيها 22% من المجتمع هم ما فوق 60، وكذلك إيطاليا وإسبانيا، فهذا الموضوع له بهذا الشكل. ولكن التضامن الأوروبي مع بعضهم البعض، أنا أتصور يعني تفاجأت الدول كلها بهذه المشكلة وأصبحت كل دولة تبحث عن نفسها، وطبعا بين أن هناك حقا كان نقص في التضامن فيما بينهم. وللأسف قبل هذه المرة كذلك في عام 2015 في مسألة اللاجئين كذلك لم يكن تضامنا اوروبيا مع بعض من الاوروبي، كثير من دول الاتحاد الاوروبي تركت المانيا لوحدها، والمانيا اخذت القسم الاكبر من اللاجئين، ودول كثيره لم تاخذ ولا اي لاجئ ربما. للاسف هنا يبين هشاشه الاتحاد الاوروبي، يبين ان الاتحاد الاوروبي يوجد لديه مشكله، لا يوجد لديه سياسه اقتصاديه.
عربيه موحده، لازم لدي سياسه طبيه موحده، وهذه الازمه بينت ذلك، ولا حتى سياسه خارجيه موحده. ربما عن طريق هذه الازمه وبعد ومن خلال هذه الازمه ربما ستصلح هذه الامور، وربما سيكون تنسيق بشكل رسمي. وللاسف الاتحاد الاوروبي يعني لديه مراكز كثيره، ولا يوجد قرار مركزي. لو كان مثلا القرار كله يخرج من بروكسل ويؤثر تاثير كاملا على كل دول الاتحاد الاوروبي لما كانت الماساه في هذا الشكل، ولكن كل دوله اصبحت تغني على ليلها وتعمل بطريقتها. هو دكتور في هذا الدكتور في هذا الاطار معالجه الازمه في القاره الاوروبيه، كل دولة على حدة، تعتقد أنها يعني زادت وضعفت من خطر أزمة كورونا؟ طبعا هذا الذي حصل. ليت كان هناك الاتحاد الأوروبي وأغلقوا حدودهم مع بعضهم البعض ووضعوا خطة متكاملة وشاملة لإنقاذ الاتحاد الأوروبي، ولكن للأسف كما تفضلتم يعني كل دولة قامت بطريقتها الخاصة، وهذا الذي ضعف على الموضوع وجعلت دول الاتحاد الاوروبي التي تغلق حدودها فيما بينها، رغم ان هناك يوجد الاتحاد الاوروبي، يوجد اتفاقيه شنغن، يوجد عده اتفاقيات التي تفتح حدود، ولكن بعض الحدود الدول اجبرت على ان تغلق حدودها امام دوله اخرى في الاتحاد الاوروبي. وهذا هو السبب للاسف، لانهم لا يوجد مركزيه في القرار. وحتى في بعض الدول، وانا اعطيكم مثال، مثلا في المانيا على النظام الفيدرالي حتى كان هناك تنافس او نوع من المشادده بين الولايات او المقاطعات، ربما مقاطعات كانت تريد ان تغلق ابوابها امام مقاطعات اخرى. هذه مشاكل الاتحاد الاوروبي، نامل انه بعد هذه الازمه ان يتعلم من هذه الماساه، وربما الاخطاء التي حصلت او النواقص الموجوده في الاتحاد الاوروبي ان يتم يعني اصلاحها وتعديلها من اجل المستقبل الافضل. دكتور، على ذكر الاخطاء، يعني وكاله الاستخبارات الامريكيه اتهمت الصين بتضليل العالم حول خطر فيروس كورونا. تعتقد ان هذه الاتهامات، اتهامات الامريكيه سياسيه اكثر منها صحيه؟ أنا أتصور هي صحية. نحن نعلم بأن الفيروس أتى من هناك، أي فيروس منذ تشرين الأول من شهر أكتوبر السنة الماضية يتفاعل هناك، ونحن نعرف عدد أعداد الصين 1.3 مليار إنسان. لو أصيب فقط 2 في الألف، ولو يعني فعلت تأتي أرقام هائلة بالملايين، ولكنهم لم يفصحوا عن الأرقام الصحيحة. وربما كما قلت في تغريدتكم، هذا اللي يأثر على الدول الأخرى التي ربما لم تأخذ الموضوع بهذه الجدية، وأخذته بنوع من ربما الاستهتار وصابها ما أصابه. فإذا الصين حقا هي المسبب لهذا الموضوع، وعندما تخفي الأرقام فهي كذلك تسبب أكثر، وهي التي حقا قتلت أو أخفت الطبيب الذي صرح عن ذلك وقال يوجد فيروس كورونا. فإذا هي تتحمل هذه المسؤولية، وتصور الأعداد كبيرة جدا جدا. لو قلنا 1 في الألف فقط سيموت أو سيصيبه فيروس كورونا، فإذا لدينا في الصين الملايين. فإذا الأعداد كبيرة، والصين يشكلون حوالي ربع سكان الكرة الأرضية. من دورتموند العضو السابق في البرلمان الألماني الدكتور جمال قرصلي، شكرا جزيلا لكم.